عندنا برنامج طموح ان شاء الله اللي هو قلنا انجاز 100 وحده جواريه، لان الفلاح باش نقضيو او نقلصوا نسبيا من الطابور او من يعني من وقت الانتظار لازمنا نقاط جمع جواريه، لان المخازن الاستراتيجيه وحدها هي ماهيش مجعوله اصلا باش نجمعوا فيها مباشره من عند الفلاح، وبالتالي راح يكون ان شاء الله راح تكون هذا الانجاز تاع 100 وحده جواريه بسعه اجماليه تاع 5 ملايين قنطار اللي راح تكون على مراحل، اللي راح ان شاء الله تخفف العبء على الفلاح وتخفف كذلك العبء على الديوان. كذلك الديوان عنده طموح انه ينطلق ان شاء الله في الانتاج استغلال الاراضي، وحنا بانتظار على كل حال الديوان الجديد اللي راح يكون يتكفل بهذا الامر، وراح ندخل كذلك حنا في الانتاج. في انتظار ذلك طرحنا على الاخوان تاع كوسيدار ممكن اذا كان عندهم 17 الف هكتار في المحيط هذا، اذا كانت وصلنا لاتفاق راح تكون شراكه. بالنسبه للديوان على كل حال كما سبقت يعني واشرت ليه من قبل وتكلمت مع السيد الوالي، راح تكون ان شاء الله في هذه المنطقه ثلاث نقاط جمع جواريه اللي راح تنجز هذه السنه. الأرضية موجودة اللي رانا نجمعوا فيها اليوم وهي العبلة الميتة وحليفاية، وما نقصيو حتى جهة، راح يكونوا فيها هياكل إن شاء الله راح تنجز هذه السنة ابتداء من يعني إتمام إن شاء الله الموسم، راح يكون إنجاز هذه ثلاث نقاط جمع جوارية.